ترويض تعود معاك سبيل الخفيفي عكس الهجمة للهام هام المرور مسكوحي طلب الكرة ممتاز الخروج مثل مش التسلل يرى وخلى حارس يسقط الهدف الأول الهدف الأول للنادي الرياضي لحمام الأم بلال التويتي يتمكن من افتتاح النتيجة للنادي الرياضي لحمام الأم رغم المطالبة بالتسلل في العملية الأخيرة يتمكن هجوم الهمهمة قلت يعني كنت نحكي على تسيم الفرص منذ قليل هي أمامنا إعادة للهدف طلب الكرة كان ذكي برشا من المهاجم السكوحي يسقط الحكم يعطي الأسبقية في الإنهاء المهاجم بلال التويتي والهدف الأول للهمهمة يعلن عن افتتاح النتيجة المهاجم بلال التويتي في الدقيقة 42 أولى أهداف المباراة من أقدام المهاجم بلال التويتي هل سيغير هذا الهدف وجه المباراة؟ قلت رغم احتي أمام الكرة خليل سيسي وشكيب الدرويش على تنفيذ خليل سيسي جول هدف التعادل لهلال الشابة قلت الهلال قريب مع كل الكرات الثابتة تأتي بالخطورة والتأكيد يأتي من الأقدام اليسرى لخليل سيسي بدون اجتهاد كبير كرة في الزاوية المعاكسة أمامنا الإعادة قوية مؤطرة في زاوية تصعب على الحارس بلال عزيز يعادل النتيجة للهلال 1-1 فسخ وعاود من لول جديد الركلة الأولى لنادي حمام الأنف أمين الخلوي يعطي الحكم إشارة التنفيذ يتقدم رويدا رويدا أمين الخلوي بالساق اليسار ينجح يسجل الركلة الأولى لنادي حمام الأنف الجزاء الأولى والركلة الأولى لهلال الشابة نادر قرا ينجح ويسجل رغم المتابعة من حارس الأمامة بلال عزيز 1-1 حط الكرة في مكانها أمام ولا حارس سيف الدين المحويشي الركلة الثانية للهمهمة أحمد اللماجري يعطي الحكم وليد العوني إشارة التنفيذ صد الحارس نادي حمام الأنف بلال عزيز شكيب الدرويش اللاعب اليسيري الحكم إشارة التنفيذ شكيب الدرويش ينجح يسجل رغم المتابعة مرة أخرى من الحارس انتظار التعرف على اللاعب اللي باش يسدد اسكندر بن موسى هو اللي باش يسدد ركلة الجزاء والركلة القادمة للهمامة مرة أخرى الحارس سيف الدين المحويشي يتسدى شابة أسامة بن معمر المهاجم ابن الشبيبة الرياضية القيروانية ويعرف مليح ملعب حمد العويني والتجربة في المواسم الفارطة مع هلال الشابة أسامة بن معمر يعطي الحكم إشارة للتنفيذ يتقدم أسامة بن معمر على القاع على العارضة الأفقية كانت تنفيذ ركلة الجزاء لنادي حمام الأنف رقم 19 من جانب الهمهمة يتقدم رويدا ويسجل تسجل اللاعب سيف الدين الكنزاري على ركلة الجزاء الترجيحية لهلال الشابة 25 تقدم ويسجل رغم انه الحارس بلال عزيز المسة الكرة هذه الخامسة والأخيرة حامل القميص رقم 18 ربيع قروية أو 18 ربيع قروية بالفعل هو أمام الكرة أمام الحارس سيف الدين المحويشي الركلة الترجيحية الخامسة للهمهمة ربيع قروية أمام الكرة أمام الحارس سيف الدين المحويشي يسجل هذه باش تكون حاسمة في المباراة ننتظر على كل حال الركلة الأخيرة حمزة غلاب لاعب هلال الشابة أمام الحارس بلال عزيز يتقدم رويدا حمزة غلاب يسجل وترشح هلال الشابة للدورة الثمنة النهائي بركلات الترجيح حظ أوفر لنادي حمام الأنف اللي قدم مباراة بطولية وألف مبروك للهلال ترشحوا للدورة القادم الدورة الثمنة النهائي لكأس تونس لكرة القدم نسخة المرحوم الهادي الشاكر بعد مباراة مشوقة إلى أبعد الحدود بعد ركلة الحظ تعرفنا على صاحب الفريق المتأهل واللي كان هلال